سوي لهم جو سينمائي. شوف 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 شو تطالعون ها؟ شوف طبعا هذا هو البروجيكتور حطه كذا بهالطريقة. شوف يا سلام والله وضوحه فنان صراحة. شوف يا سلام طبعا يعطيك لين 120 انش ما عندك اي مشاكل. اضاءته حلوه صراحه. تقدر تحط على الاداره هني، تقدر تحطها فوق على راحتك على هواء. طبعا تقدر توصل سماعه بواير او انك توصلها عن طريق البلوتوث. هذه بالبلوتوث الحين شغاله، تقدر توصلها بواير او بلوتوث ما عندك. ستور يعني مور اند مور بروجيكتر ميني في جميع الاشياء اللي انت تريدها، يوتيوب، نتفليكس، جميع المنافذ، HDMI، منفذ السماعة، في بطارية 4300 ملي امبير، عندك منفذين USB تقدر تحط فلاش فيه رسوم، افلام، هارد ديسك، ما عندك اي مشاكل. الستاندي معه، البروجيكتر، HDMI تبغى تشبك على السوني ما عندك مشاكل، واير الشاحن والريموت. واحلى شيء فيه ان الريموت منه وفيه تقدر تتحكم، هذا ماوس تقدر هني تطول تقصر على الصوت، تحكم كامل في هذا البروجيكتر. 100 NC سماعاته افضل تركب له سماعات خارجيه عشان يعطيك صوت 100%، والقاعده بعد تيجي معه. خلوني ارويكم هذا البروجكت.